السلام عليكم ورحمة الله. مادة علوم الأرض والبيئة، الصف الأول ثانوي علمي، رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنين. خلال الوحدة الثانية، وحدة البيئة، راح نتطرق في الحصة الثانية من هذه الوحدة على الوقود الأحفوري. راح نتعرف على مفهوم الوقود الأحفوري، أنواعه، بعض استخداماته. في البداية نتعرف على معنى الوقود الأحفوري. شو هو الوقود الأحفوري؟ أو شو بنعني بكلمة الوقود الأحفوري؟ الوقود الأحفوري هو عبارة عن مجموعة من مواد بتحتوي هاي المواد على هيدروكربون، يعني رح يحتوي على الهيدروجين وعلى الكربون من أصول بيولوجية، يعني بده يدخل فيه عندي كائنات حية، أو بالأحرى بقايا لكائنات حية. هاي الكائنات سواء كانت نباتات أو حيوانات عاشت على سطح الأرض، ماتت، اندفنت على أعماق بعيدة، تعرضت إلى درجات حرارة وضغط مرتفعة أدى إلى تركيز مادة الكربون فيها، تحولت إلى وقود أحفوري استخدمناها فيما بعد لإنتاج طاقة أحفورية. طبعا تكوين هاي المادة أو تكوين هذا الوقود الأحفوري بيعتمد بشكل أساسي على دورة الكربون اللي تطرقنا لها في الفصل السابق من هاي الوقود. بينتج هذا الوقود من تجمع المادة العضوية عبر عصور جيولوجية، يعني بدي زمنات، بدي فترات زمنية طويلة ممكن تحتاج لملايين السنين، زي ما حكينا بالحصة السابقة عن مصادر الوقود الطبيعي غير المتجدد، كانت بحاجة لملايين السنين. يعني من أهم الأمثلة فيها زي ما حكينا الوقود الأحفوري، فأنا بحاجة لفترة زمنية وعصور جيولوجية بعيدة، بدي ضغط وحرارة تتحول علشان تتحول عندي لوقود أحفوري. طبعا هذا الوقود بيشكل نسبة 80% من حاجة الإنسان للطاقة في حياته اليومية. بعض الصور لأشكال الوقود الأحفوري بشكل عام. الآن رح نتعرف على أشكال الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري رح ألاقيه على شكل مواد هيدروكربونية زي ما حكينا بتكوينها، لكنها في الحالة الصلبة. رح نحكي اليوم عن الوقود الأحفوري في حالته الصلبة. أشكال الوقود الأحفوري في الحالة الصلبة رح نتعرف على 3 أشكال. رح نتعرف على الفحم الحجري، رح نتعرف على الصخر الزيتي، رح نتعرف على رمل القار بإذن الله. في البداية الفحم الحجري. الفحم الحجري شو هو؟ كلنا بنستخدمه لما بتطلعوا رحلات، لما بتعملوا المشاوي بتستخدموا نوع الفحم الحجري علشان تولعوا فيه النار. إذا الفحم الحجري هو عبارة عن مادة لونها بتمتاز بأنها أسود أو بنية، غالبا بتكون أسود. هاي المادة بتمتاز إنها قابلة للاشتعال والاحتراق. طبعا بتتواجد عندنا تحت الطبقات الأرضية أو ما بين الطبقات الأرضية، بتتكون بشكل أساسي من الكربون، لكن أنا في عندي عناصر أخرى موجودة فيها مثل الهيدروجين، الكبريت، الأكسجين والنيتروجين وغيرها من العناصر، لكن العنصر الأساسي بتكوينها اللي هو الفحم الحجري. بيشكل هذا الفحم الحجري ما يقارب من 92% من احتياط الوقود الأحفوري في العالم، بشكل كامل. طبعا كيف تكون هذا الوقود الأحفوري، أو كيف تكون هذا الشكل من أشكال الوقود الأحفوري اللي هو الفحم الحجري؟ تكون عندنا الفحم الحجري من بقايا نباتات كانت مشكلة عندي غابات كثيفة، ماتت هاي النباتات، اتجمعت عندنا في مستنقعات، اتحللت في بيئة غير مؤكسدة. البيئة الغير مؤكسدة تحللت فيها، تشكلت عندنا فحم حجري. هاي صور للفحم الحجري. النوع الآخر من الوقود الأحفوري اللي هو الصخر الزيتي. صخر الزيتي هو صخر رسوبي موجود فيه حبيبات صلبة ناعمة لونها أسود لبني، تتكون من مادة معدنية، تحتوي على نسبة عالية جدا من مادة عضوية تسمى بالكيروجين. الكيروجين هي عبارة عن مخلوط من مادة عضوية مع مركبات كيميائية تشترك في تكوين المادة العضوية الموجودة في بعض أنواع الصخور الرسوبية اللي هي الصخر الزيتي. المادة العضوية اللي موجودة عندنا في الكيروجين
مادة غير ناضجة. ليش غير ناضجة؟ أو ليش ما وصلت لمرحلة النضوج عشان تتحول عندي لنفط ما تعرضت لضغط وحرارة عالية بيسمح لها إنها تتحول لنفط؟ فظلت عندي على شكل حبيبات صغيرة صلبة بلاقيها في الصخور الرسوبية اللي هي في الصخر الزيتي. طبعا عندنا في الأردن كمية صخر زيتي كبيرة جدا، يعد الأردن من أغنى دول العالم بالصخر الزيتي. علشان هيك الأردن اتجه في الفترة الأخيرة إلى إنه يستخدم هاي الطاقة كطاقة بديلة بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم. طبعا بيتواجد عندنا الصخر الزيتي في عدة مناطق، لكن تم اكتشافه في البداية بشمال الأردن في منطقة اليرموك. عنا هون صورة لصخر زيتي والمادة التي تم استخراجها منه. هون صور لصخر زيتي سواء كانت عينة لحالها أو ضمن الطبقات الرسوبية المترسبة اللي موجودة عندنا. عنا هون خارطة الأردن بتبين لنا بعض المواقع اللي بتركز فيها الصخر الزيتي. الآن رح نتعرف على الشكل الثالث من أشكال الوقود الأحفوري اللي هو رمل القار. في البداية رح نتعرف على مصطلح جديد اللي هو مصطلح البيتومين. شو بنعني بالبيتومين؟ وشو هي مادة البيتومين؟ البيتومين هي عبارة عن رمال. هاي الرمال ميزتها إنها بتحتوي على مواد هيدروكربونية صلبة تشبه عنا الإسفلت. هاي المادة ممكن إنها تكون ظلت عندي من بقايا نفط مهاجر إلى أعلى. البكتيريا اللي موجودة عندنا في التربة عملت على إنها تخلصه من محتوياته الغازية مثل غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون والماء أيضا. رمل القار هو عبارة عن صخر رملي بيحتوي على هاي المادة. إذا هو صخر رملي عادي لكن بيحتوي على مادة البيتومين، فبنحكي عنه رمل القار. يمثل هذا الرمل بالنسبة لتكون النفط مرحلة ما قبل نضوجها أو بعدها، يعني يا إما قبل ما ينضج النفط أو بعد. تمتاز عنا هاي الصخور، صخور رمل القار، بأنها بتكون غنية جدا بالقار أو الإسفلت أو أي مادة نفطية أخرى. مش شرط أي هذول المادتين، أي مادة نفطية أخرى تكون موجودة بكثرة في هاي الصخور بحكي عنها رمل القار. ما بقدر استغل هاي المادة تجاريا بالطرق التقليدية، مع انه النفط الناتج منها مشابه للنفط اللي بنستخرجه من الآبار. النفط اللي بستخرجه من هاي الصخور اللي هي من صخور رمل القار مشابه للنفط اللي بنستخرجه احنا من الآبار، لكن نفطها له مميزات خاصة فيه، لزوجته عالية. علشان هيك لما بدي اجي استخرجه اللزوجة تاعته بتعيق استخراجه، فبتكون استخراجه أو استخلاصه أكثر صعوبة من النفط العادي أو من النفط اللي بنستخرجه من الآبار. النقطة الثانية أو الميزة الثانية اللي إله أنه تكون بالطريقة نفسها اللي تكون فيها النفط، مع هروب الكثير من المواد المتطايرة. الغازات هربت منه كثير، غازات سوائل زي الماء برضه هربت من الصخور اللي موجودة فيه اللي هي صخور المكمن، مع بقاء مكوناته الأكثر لزوجة اللي ساعدته إنه تزيد لزوجته مثل رمال القطران. مجموعة من صور لرمل القار. بنحكي الآن بشكل عام عن الاستخدامات الرئيسية للوقود الأحفوري بشكل عام في جميع دول العالم. من أهم استخداماته بالعمليات الصناعية، بعمليات التنقل، توليد الكهرباء والغاز. في عنا نص بصفحة 148، رح أترك النص لكم شباب تقرأوا. الأسئلة اللي موجودة على هذا النص في منها إجابات حرة إلك وفي منها إجابات رئيسية حطيت لك إياها بهاي الشريحة. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.